يعني احنا كنا نايمين الساعة 5، حسينا بإشي انهيار يعني مش طبيعي، يعني كل الدنيا انقلبت، وانا وبنتي مطلقة يعني قاعدين بس في البيت، انا وبنتي معي بيبي عمرها 2 سنين. هما قالوا اللي طلعوا الشمال انه زع غني ونسلم، الجنوب اضمن او امن، وهلا قصفوا خان يونس، يعني ما فيش امان حتى في خان يونس. طب ماشي، وطلعنا رفح، برضه رفح مش امنه. Thanks for watching. Stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media.